شوف ماجد عبد الله، انا دائما اقوله واكرره في كل مجلس، اللي ما شاف لعب ماجد عبد الله حقيقي يعني ما شاف كره قدم، اقوله بكل صراحه، الكابتن هذا والنجم هذا ظاهره من الصعوبه بمكان ان يتكرر، مثل ما نشوف مارادونا وبليه ما تكرروا، نفس قضيه ماجد عبد الله ذا اسطوره لن يتكرر، اقوله بكل صراحه. النقطه الثانيه، لو ماجد عبد الله هذا في اي دوله في العالم صدقني وضع له تمثال، لان لان لانه صراحه يعني وقت ماجد عبد الله هو وقت ذروه الكره السعوديه، يعني الوقت الذهبي للكره السعوديه بوجود ماجد عبد الله. هذا اللاعب يعني فرحنا، هذا اللاعب اسعدنا، يمتلك حقيقه يعني عنده ملكه، يعني اخلاق وادب، قدوه، رائع في كلامه، بالملعب لا يشاكس، لا ياخذ كروت، لا يزعج احد، يسجل يعني حاضر بكل، لا يمكن يطبق فيه حق يعني قرار انضباطي، لاعب بمعنى الكلمه حقيقه، واقولها بكل صراحه، واقول هذا الكلام والله العظيم من قلب لهذا الرجل، استمتع وانا متاكد ان الكثير يستمتع فيه سواء لي او خصمه. ليش؟ لانه صراحه يعني كسب احترام الجميع، واقولها بكل صراحه يعني من يعني يشاهد ماجد عبد الله وسيرة ماجد عبد الله المفروض يقتدي به كل لاعب سعودي. هذا رغم نجوميته الكبيرة، عمرنا ما شفنا انه يغلط على احد، عمرنا ما شفنا انه يتكلم او 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 او, أو يطالب او حتى إدارة النصر ذاك الوقت على وقت عبد الرحمن سعود ما اتذكر انه يطالب بمطالب معينة، بالرغم انه يستطيع انه يطالب لانه كان النجم يعني النجم الاوحد في نادي النصر، يعني النجم الابرز، ما بقينا الاوحد، الابرز في نادي النصر. هذه جزئية بالنسبة لماجد عبد الله، وأنا أقولها بكل صراحة، أرفع عقابي احتراما لهذا الرجل اللي حقيقة أسعدنا جميعا وأسعد الكرة السعودية، وأنا أقول يعني دائما لا ظهر في البرامج الإعلامية إحنا كلنا نعشق حديثه ونستمتع في حديثه. هذه جزئية تركي قبل ما